طبعا زي ما انتوا عارفين الخاين نيمار سابنا وخلع. يا ابن الصمبا نيمار يخص عليك. البيه بعد ما عمل الريمونتادا في بي اس جي وكسب قلوبنا وبيكي طلع قال هستيز وقام الخاين عشان الفلوس خاين. يسيبنا ويروح لبي اس جي. يا اخي معلش يا كبو، اصل دادي قال له يروح بي اس جي. البيه غلط واللي غلط لازم يتعاقب، صح ولا لا؟ اه صح ولا لا؟ طبعا لازم يتعاقب عشان يتعلم. الواد ده جزمته ما تعتبش جوه النادي، يسيبها بره. جزمه ايه؟ مش عارف يا كوتش. احنا لازم نبطل الكوره. قول يا كبو واحنا معاك. الخطه كالاتي: الماتش الجاي على ارضنا، كل واحد فيكم هينزل بالشاكوش بتاعه واضرب في الركبه. ده انا هفرتك له ركبته. باي باي كوره، ثانك يو، 2 رباط صليب. دي ما فيهاش رجع خالص يا كوتش. وبكده يبقى الخاين خد عقاب. واخد انا جزمته. جزمه ايه يا تافه؟ ما هو انا عايز الجزمه. تصدق بالله انا اللي هديك بالجزمه؟ انت حافي يا ابني. جزمه ايه وبتاع ايه؟ 500 يا جماعه، ده الميركاتو. ميركاتو؟ الحق. استنى استنى. الو؟ ميركاتو؟ ايه؟ نيمار راجع برشلونه؟ ده رجع. يس. انا كنت حاسس والله ان الواد ده قلبه هيحن. هو ما كانش عايز يروح اكيد. هو ساب النادي ليه؟ مش عشان يرضى ابوه؟ فعلا. اللي ده طعم الكامب نو ما يقولش للكامب نو. تغيير في الخطه. الماتش الجاي على ارضنا. نيمار هيسنتر من هنا، هننزل له ونهز له وسط الملعب. وسط الملعب كده اهو. الله عليك يا كوتش. كده اهو عليه وسط. ثانيه واحده يا رجاله. الميركاتو. الميركاتو تاني. الو. احسن يكونوا جابوا لعيب كمان. ايه؟ نيمار راجع باريس سان جيرمان؟ يا ابن الكامب نو. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استاد الدحيح. هل سيعود نيمار إلى برشلونة ويترك باريس ولا لا؟ موقف غريب جدا الحقيقة، خصوصا لو بتشجع برشلونة. يعني عزيزي المشاهد، أنا حطيت نفسي مكانك. هل نيمار يرجع واعتبره أخويا وصاحبي وعودة الابن الضال وكده، ولا هيفضل العدو الخاين اللي هرب وراح باريس؟ موقف بجده محير. بس فكرني بكلام الكوميديان الأمريكي الشهير جيري ساينفيلد واستغرابه من مسألة ولاء المشجعين طول العمر لنفس النادي، رغم ان معلش يعني اللعيبة بتتغير طول الوقت. فلو لاعب مثلا لبس تيشيرت فريقك بتهتفله وتشجعه، لو قلع التيشيرت ده وغيره بفريق نادي تاني هتشتمه وتلعن جدوده. لا معلش عزيزي المشاهد، انت كده بتشجع تيشيرت فريق بقى. ده اللي ساينفيلد قاله. المهم احنا كجمهور كرة مخضرم بقاله سنين بيشجع غالبا هنجد الكلام ده مضحك. احنا ما بنشجعش لعيبة الاندية، احنا بنشجع النادي والكيان بمن حضر او بمنقرع. ولكن خليني اقول لك ان طول فتره التشجيع والانتماء لنادي معين ممكن تخلينا نتعامل مع بعض المصطلحات كانها بديهيات، رغم ان مفيش تعريف ليها واضح وثابت. يعني هو ايه الكيان ده؟ ايه تعريفه؟ ايه شكله؟ ليه برشلونه كيان ثابت؟ ليه اكبر من مجرد نادي؟ هو ايه برشلونه اساسا؟ وايه هو يوفنتوس او ارسنال او البايرن او بلديه المحله؟ فريق المفضل؟ ايه هو اي نادي كره قدم اساسا؟ خلينا نبص الموضوع بهدوء. خلينا نبدأ بالعناصر البشرية اللي بتكون منها أي نادي. اللعيبة والمدرب والإدارة كلها عناصر بتتغير بمرور الوقت وبشكل مستمر، لأن في حقيقة علمية مؤكدة بتقول إن دول بشر في الآخر، لو ما اعتزلوش فهيموتوا كده كده في النهاية وهيجي ناس تانية. خلينا نبص للملعب. حتة أرض بيتبني عليها استاد، والاستاد ده بيتغير عادي، والمشجع اللي بقاله 20 سنة هو وأبوه وجده بيقعدوا على الكراسي المخصصة ليهم في ملعب هايبري مثلا، انتقلوا عادي لملعب الإمارات ورا أرسنال. ألوان التيشيرتات بتتغير والشعار بيتغير زي يوفنتوس. الشعار بتاعه كان فيه تور، فجأة كده بقى من غير تور، تور مشي. كل حاجة بتتغير. القوي النهاردة ضعيف بكرة، واللي بيلعب النهاردة هجوم بيلعب بكرة دفاع، واللي بيدافع النهاردة بكرة بيهاجم. كل شيء بيتغير، وده يخلينا نسأل السؤال القديم عن الهوية. وده السؤال اللي قابل البطل الأسطوري زيسيوس في الميثولوجيا الإغريقية. أروح أجيب خيارة وأرجع أكلمك عن سفينة سيسيوس. في مفارقة سفينة سيسيوس، The Ship of Sisyphus Paradox، هي واحدة من الأفكار الفلسفية الشهيرة. المهم عزيزي المشاهد، عايزك تتخيل إن هذه السفينة معمولة من 1000 لوح خشب، وطبعاً السفينة بتحتاج صيانة من وقت للتاني، فتخيل إن كل سنة بيبوظ 10 ألواح ويتبدلوا بألواح جديدة، فده معناه إن بعد 100 سنة كل ألواح السفينة هتبقى اتبدلت. فهل يصح ساعتها إننا نسميها سفينة سيسيوس، ولا تغيير الألواح على مر السنين خلاها كيان تاني مختلف؟ عشان الأمور تبقى أوضح خلينا نضرب لك مثال.
سوري عزيزي المشاهد كنت بضربه. كنا بنقول ايه؟ تحب اضربك تاني؟ دلوقتي هقول لك مثال. في اوائل الالفيه تم بيع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لعائله جليزرز الامريكيه. حسب راي بعض المشجعين ساعتها ده كان خطر وغلط لانه هيغير النادي اللي هو كيان مانشستراوي مخلص لكره مانشستر والمدينه مانشستر، وهيخليها تحول لشركه كبيره بتستخدم شعار مانشستر في كسب الاموال، وبالتالي القيمه الاساسيه اللي بيشجعوا النادي عشانها بقت في خطر، وقرروا ياسسوا نادي جديد اسمه اف سي يونايتد يجمعهم ويحققوا فيه هذه القيمه المعينه المانشستراويه. ولكن هنا في مشكله كبيره، الناس اللي قرروا يعملوا النادي اللي هو اف سي يونايتد دول كانوا اقليه، والاغلبيه شافوا ان السفينه زي ما هي ما اتغيرتش. طيب ماذا لو إن السفينة اتقلبت طيارة او بقت كتلة من الحديد وبرضو الاغلبية شافتها ما اتغيرتش هي هي؟ خليني اوضح لك اكتر. عشان نقول ان في هوية لازم يبقى فيه جوهر ثابت، ممكن كل العناصر تتغير بس الجوهر ده ما يتغيرش. تخيل مثلا حزب الشيوعي بس متسامح مع التقسيم الطبقي للمجتمع، او مش مهتم بفكرة عدالة التوزيع، كده ما اسموش حزب الشيوعي، اسمه اي حاجة بس مش حزب الشيوعي. المشكلة ان هذا الجوهر الثابت بيغيب عن الاغلبية العظمى من اندية كرة القدم، ووجوده هو الاستثناء، زي مثلا اتلتيكو نادي اقليم الباسك في اسبانيا واللي مش بيلعب فيه الا بس اللعيبه الباسكيين. هنا سهل ان احنا نلخص هويته بوضوح وبسهوله، او نادي اتحاد ابناء سخنين، وده نادي عربي فلسطيني في الدوري الاسرائيلي معتمد بالاساس على عرب 48 عرب الداخل. دي امثله بيتحقق فيها وجود جوهر ثابت، هويه، زي ما قال اخ عبكويم هويتنا يا اولاد اللذين. طبعا ما قالش اللذين، كل ده استثناءات. بس ممكن حد يقول لي برشلونه الهويه الكتالونيه، هقول له اوكي تمام جبته لنفسه، ده اكشلي مثال قوي جدا وممكن يلخص كل اللي انا عايز اقوله. فعلا برشلونه بيمثل الهويه الكتالونيه بالنسبه لسكان اقليم كاتالونيا اللي هم 7.5 مليون بني ادم. كاتالوني كاتالوني. لو اداره النادي في يوم خدت قرار ضد الهويه الكتالونيه، هل الجمهور هيغير موقفه من فريق برشلونه؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، مشجعين برشلونه دول مئات الملايين حول العالم مش كاتالان وبس، فايه بقى الهويه اللي موجوده في النادي اللي ممكن تخليه الاختيار الامثل ليهم؟ اكيد مش هويته السياسيه، ممكن مثلا يكونوا معجبين بشكل الكوره اللي بيقدمها، التيكي تاكا، البوزيشنال بلاي بتاع جوارديولا، او الكره الهجوميه عموما. طب لو الفريق غير من الطريقه دي، هل بقى الجمهور هيتوقف عن التشجيع؟ كده عندنا سؤالين، واجابه السؤالين هي لا. اغلبيه الجمهور مش بيتوقف عن الانتماء للفريق تقريبا مهما حصل. مثلا سنه 2017 فاكر وقت استفتاء انفصال كاتالونيا، حصل صدام بين الشرطه الاسبانيه واهل كاتالونيا، وحصلت اصابات كتير واحداث عنف وشغب. برشلونه كان يومها عنده ماتش في الكامب نو ملعبه، وطلب من الاتحاد الاسباني ان هو ياجل الماتش، بس الاتحاد رفض وضغط عليهم، فقام برشلونه عمل ايه؟ لعب الماتش رغم ان انت لو عايز راي يعني، فالقرار اللي هيصب في مصلحه قضيه الاستفتاء هو الامتناع عن لعب الماتش وتسليط ضوء اكبر على عنف الشرطه الاسبانيه ضد الكاتالان. بس برشلونه لعب، وده في الواقع متوافق مع سياسه الرئيس الحالي للنادي جوزيب بارتوميو اللي هو في الاساس رجل اعمال مهتم بمساله الارباح والمكاسب، على عكس الرئيس السابق مثلا خوان لابورتا اللي كان رجل سياسه كتالوني ومهتم اكتر بفكره الهويه. هل بقى جمهور اهل البلد الكتالونيين تراجع عن الهتاف لبرشلونه؟ هل حد اعرب عن قلقه مثلا؟ على حد علمي البسيط ده ما حصلش، على الاقل بشكل يعني كبير. ممكن طبعا يكون هناك قاطعت وعملت مش عارف ايه، ولكن الناس نسيت بعد كده. طيب لو انت مشجع برشلوني عالمي من مصر او الخليج او الجابون، وشفت الوضع الحالي للفريق وازاي ان هو بقى بيلعب كره قدم ملهاش اي علاقه بالهجوم، كره قدم متحفظه واقرب للدفاع زي ما عشرات التقارير والتحليلات الصحفيه ما بتقول، هل هتتوقف بقى عن تشجيع الفريق وتاخد صحابك بقى وتعمله نادي بيلعب كره هجوميه اللي انت اصلا شجعت برشلونه عشانها؟ على حد علمي ايها المشاهد الجميل، لا، اغلبيه الجمهور هيفضل يشجع وينتمي عادي جدا. اذا التشجيع مش مساله هويه ثابته على مر الزمن، ولا هي قيمه واضحه بتظهر في نادي معين فبنشجعه. الموضوع ممكن يكون ابسط من كده واوضح، هو ببساطه شديده ممكن يكون الاحتياج البشري لفكره الانتماء، need to belong. سنه 97 ظهرت ورقه بعنوان The West Ham Syndrome، متلازمه ويست هام. هذه الورقه بتسجل اجوبه 2000 مشجع انجليزي اتسالوا سؤالين، الاول لو انت بتشرب نوع معين من القهوه وبعدين قابلت نوع تاني احسن او ارخص او بيتقدم في مكان اقرب لبيتك، هل هتغير؟ والاغلبيه جاوبوا هنغير القهوه عادي. السؤال الثاني، لو في فريق تاني افضل من فريقك بيقدم نتائج احسن او اداء افضل، هل هتغير فريقك؟ الاغلبيه رفضوا بشكل قاطع. الاستنتاج اللي نقدر نوصل له من الورقه دي هو ان في درجه معينه من الولاء بتتحقق في الحاله الثانيه
وليس في الحاله الاولى، وان الولاء ده بيخلينا نقيم القهوه دي بشكل موضوعي، هتشرب النوع الاحسن اللي طعمه احلى. لكن هذا التقييم الموضوعي بيتعطل لما نيجي نتكلم على الفريق بتاعك، لان فريقك انت بتنتمي له، لكن محدش بينتمي لنوع قهوه. مساله الانتماء او السنس اوف بيلونجينج خلت الموضوع يشبه الانتماء الديني، لدرجه ان ال2000 شخص دول اكتر من نصهم قالوا انهم طلعوا بيشجعوا الانديه اللي ابائهم بيشجعوها، وانهم هيفضلوا يشجعوها لحد ما يموتوا. حرفيا هذا ما وجدنا عليه ابائنا. خلينا اسالك عزيزي المشاهد، تفتكر ليه ستاربكس بتكتب اسمك على كوبايه القهوه؟ الاجابه عشان ببساطه تبين لك ان هي مش بتعاملك كمستهلك واحد من ملايين كتير، لكنها بتعاملك كانسان كفرد، وهي منتظره منك انك تعملها بخصوصيه اكبر، مش مجرد كمحل بيبيع قهوه، لكن كهويه وانتماء. والحقيقه ان هو ده طموح اي شركه كبيره عاوزه تخلق ارتباط بينك وبين منتجاتها، زي المنافسه بقى بين بيبسي وكوكاكولا، نايكي واديداس، سامسونج وابل. ولكن مهما نجحت الشركات دي عمرها ما هتقدر توصل لنفس درجه الانتماء اللي بتحققها كره القدم، رغم ان الانديه دي في الاخر بتبيع لك منتجات، بتبيع لك تذكره ماتش، بتبيع لك تيشيرت الفريق، اشتراك بي ان سبونس اللي انت بتدفعه ده او اللي بتدفعه، كلها ارباح بتدخل خزنه النادي لجيوب الملاك وخزائن شركات الرعايه. انديه كره القدم في الاخر بتبص لك كمستهلك. طب انت ليه ما تقدرش تبص لها كمجرد كوبايه قهوه؟ الاجابه باختصار هي انك منتفع من وضعك كمشجع، وان فكره الانتماء دي بتحقق لك ارباح نفسيه. انت بتكسب. عزيزي المشاهد انا ما بتهمكش بحاجه لا سمح الله، في ناس كتير كتبوا في الفكره دي، وانا اخترت كلام اتنين بس اوضح لك من خلالهم الامر. اولهم اورين ستارن، رئيس قسم الكالتشرال انثروبولوجي، الانثروبولوجيا الثقافيه في جامعه ديوك. ستارن بيقول ان الانسان المعاصر عايش في عزله، كل واحد ماسك لي موبايله وعمال يبص فيه، أماكن العمل عبارة عن مكعبات مفصولة عن بعض، وكل إنسان عايش في عالمه الخاص. وهنا بتظهر فكرة تشجيع الأندية عشان تملأ مساحة الشعور بالانتماء، وتحسس الإنسان إن هو جزء من كيان أكبر يتجاوز ذاته، وإن البشر عندهم احتياج للإيمان بشيء جمعي يضمهم كلهم. ستارن عمل مقاربة بين فكرة التدين والانتماء لأحد الأندية، وقال لك يا عم بص، كتير جدا من مظاهر التشجيع بتشبه الشعائر الدينية، مثلا بيقول فيها أزياء لها طابع ديني، لما تشوفها على حد تقدر تعرف هويته الدينيه، زي الطاقيه الشهيره بتاعه اليهود، بتشوفها بتقدر تخمن هويه الشخص. ونفس الكلام مثلا في التيشيرت الاصفر الشهير اللي لما تشوفه بتعرف ان الشخص ده بيشجع الاسماعيلي. عندك كمان الاناشيد والتراتيل الدينيه اللي تشبه الاغاني اللي بيرددها المشجعين، فلما تسمع مجموعه من الناس بتغني يو ويل نيفر ووك الون هتعرف ان انت في ملعب انفيلد بين جمهور ليفربول. عندك كمان الارث الثقافي او المعرفه اللي بتجمع طائفه ما، كل مثلا المسيحيين يعرفوا القصص المذكوره في الكتاب المقدس أو حكايات القديسين، ومشجعين البرازيل كمان يعرفوا تاريخ منتخبهم ولحظات معينة مر بيها. يعني مثلا البرازيل لما اتغلبت على أرضها في كأس العالم سنة 50 وكانت تراجيديا قومية، بس بعدها بثمان سنين في السويد سنة 58 بيليه رجع بكأس العالم البرازيل واعتبروه بطل قومي لحد النهاردة وأيقونة شعبية. ستارن كمان بيقول عن مصطلح الكوميونيتاس، وهو مصطلح في علم الأنثروبولوجي معناه لحظة معينة بيشعر فيها أفراد جماعة معينة بنفس الشعور كلهم في نفس الوقت بصرف النظر عن الجنس والسن والطبقة الاجتماعية، كله بيتساوى لحظة زي لحظة الابتهالات في الكنيسة مثلا أو لحظة السجود في الجامع. ستارن بيقول إن ده يشبه لحظة لما فريقك بيجيب جون فالكل يفرح، أو يخش فيه جون فالكل يحزن. طبعا عزيز المشاهد الانتماء لأحد الأديان مختلف عن الانتماء لنادي كورة، بس في تشابه نفسي بين الحالتين، الاتنين بيدوا الإنسان شعور نفسي بالانتماء لمجموعة وإنه مقبول وسط أفراد هذه المجموعة، وده بيخلق نوع من انواع الترابط والتواصل الاجتماعي مع الافراد المتشابهين معاه في الانتماء لهذه المجموعه. وكمان هناك الشعور بالتعريف او السلف ديفينيشن، وكل هذه الحاجات بتحمي الانسان من اكبر مخاوفه هو الشعور بالعزله وانه لوحده في العالم ده. الشخص الثاني اللي عايز انقل لك كلامه هو اريك سيمونز، صاحب كتاب The Secret Lives of Sports Fans: The Science of Sports Obsession، كتاب الحياه السريه لمشجعي الرياضه. سيمونز بيقول ان مشجعي كره القدم يعتبروا ناديهم امتداد لذواتهم. تخيل لما ذاتك تبقى ممتدة، يعني مثلا لما ناديك يكسب ويبقى بطل فانت نفسك بتشوف نفسك كبطل، وده يفسر ليه ساعتها بتقول احنا كسبنا، ما بتقولش النادي بتاعي كسب. كلمة احنا دي مش مجازية، والعكس لما نادي بيخسر ما بتقولش احنا خسرنا، بتفضل تسب وتلعن فيهم هم الناس التانيين. تفسير الاختلاف في رد الفعل ده موجود في علم النفس الاجتماعي السوشيال سايكولوجي من خلال مصطلحين، الاول
هو البيرجينج والتاني هو الكورفينج. مصطلح البيرجينج بيعبر عن ميل الانسان لاظهار علاقته بالمنظومات الناجحه، زي مثلا ان فريقك يكسب فتروح الشغل تاني يوم لابس كوفيه عليها الشعار بتاعه، او مثلا لما اخوك يجيب مجموع عالي ويدخل طب فتنزل تفرق على الناس مشاريب وتقول انا اخويا دكتور. افتكر دي عشان دي بقى البانش لاين بتاع اسم الحلقه. افتكر هذه الحته يا عزيزي المشاهد مهمه جدا، انا اخويا دكتور. المهم الانسان بيحرص على اظهار علاقته بالمنظومات الناجحه وبيميل لعدم اظهار علاقته بالمنظومات الفاشله، وهو ده مصطلح الكورفينج اللي لسه قايلك عليه. اللي بقالي الساعه عمال بحكي لك فيه ده ممكن يكون بيجاوب على ليه بنشجع او بننتمي الفرق، ولكنه ما بيجاوبش على سؤال بجده مهم جدا، ليه النادي ده تحديدا؟ ليه تحديدا يوفنتوس او بايرن او السيتي؟ هو حد بيشجع السيتي؟ ما بسخرش منهم. الحقيقه ان رغم ان البشر مختلفين لاسباب انتمائهم لفريق تحديدا بعينه، الا ان احيانا السبب بيكون بسيط، ربما تافه، عجبه لون التيشيرت. ساندر فان دير ليندن عالم النفس في جامعه كامبريدج بيحاول يجاوب على هذا التساؤل، وبيذكر تجربه شهيره حصلت في السبعينات اسمها مينيمال جروب بارادايم. التجربه كانت عايزه تشوف ايه ابسط العوامل المينيمال اللي على اساسها ممكن عدد من الناس يتقسموا لمجموعتين، تو جروبس. مثلا لو عندك اوضه فيها 10 اشخاص وفيها 10 تيشيرتات، خمسه احمر وخمسه اصفر، ولازم كل شخص ياخد تيشيرت واحد بس، فيبقى عندنا مجموعتين، خمسه احمر وخمسه اصفر. حسب كلام ليندن بعد فتره من الزمن هتلاقي ان كل فرد من كل مجموعه في الاثنين بدا يعرف نفسه على اساس لون التيشيرت اللي لابسه، وبعد فتره اطول كل مجموعه هتبتدي تترابط اكتر وتبدا تتضايق وتكره المجموعه الثانيه، ثم لاحقا هينشا خلاف ومواجهه بينهم. كل ده حصل بسبب اختلاف بسيط جدا زي لون التيشيرت، اللون اللي تحول لهويه، وبسببه تحولت كل مجموعه لكيان منفصل عن الثاني. وده بيرجعنا لكلام جيري ساينفيلد اللي قلته لك في الاول خالص، وإن فعلا تشجيع كرة القدم ممكن يبقى انتماء للون تيشيرتات. عزيزي المشاهد ما تفهمنيش غلط، انا مش عايزك تبطل تشجع كوره ولا تبطل تحب النادي بتاعك، كل غرضي هو استثاره اعاده التفكير في تعريفات ليست واضحه زي الكيان او قيم الفريق. ولو قدرنا نفهم الاسس النفسيه اللي بيقوم عليها نشاط منتشر جدا زي تشجيع الكوره، ده ممكن يخلينا نتجنب الوجه المظلم ليها. وعزيزي المشاهد انا وانت عارفين كويس ان الكوره ليها وجه مظلم، وممكن اضرب لك 100 مثال على الموضوع ده، بس انا هكتفي بضرب مثال واحد. انت مثال قليل الادب على فكره. كنا بنقول ايه يا عزيزي المشاهد؟ هديك مثال واحد يا عزيزي المشاهد. من كام سنه في نادي ميدلزبرو الانجليزي كان هناك لاعب مسلم، وسبب وجوده قلت جدا الهتافات الاسلاموفوبيك، وبقى في رفض بين جمهور الفريق للهتافات المعاديه للاسلام. وخلال نفس الموسم ميدلزبرو واجه فريق اخر كان فيه برضه لاعب مسلم، ايه اللي حصل؟ جزء من الجمهور وجه هتافات عنصريه للاعب الخصم، وبقيه الجمهور ما اعترضش على التصرف ده. هي في ايه؟ تشتم اللي عنده نفس الهويه بتاعت اللعيب اللي عندك في الملعب؟ ما حدش فاهم حاجه. وده يخلينا نستنتج ان في الاول لما الهتافات العنصرية قلت، ده ما كانش ان الجمهور بقى أكثر تسامحا، وفي المرة التانية لما الهتافات العنصرية رجعت ده ما كانش كراهية لدين زي الدين الإسلامي تحديدا، ده كان كراهية مطلقة كده للخصم وخلاص. الموضوع أشبه بفكرة القبيلة اللي بتتمسك بأفرادها وبتنتصر ليهم حتى لو عملوا شيء في منظورهم غلط. فكرة الأخوية أو البراذرهود اللي أحيانا بتتعدى على القيم والأخلاق. تخيل عزيزي المشاهد إن بعد كل القرون دي من التحضر والتقدم الإنسان نجح فيه، إلا إن التشجيع المتعصب ممكن احيانا يرجعنا لورا للقبيله لانسان الكهف، ويبقى السبب وسياق يفرز افعال عنصريه وعنيفه. في النهايه عاوز اقول لك ان نيمار ده لاعب كره قدم محترف بيقدم لك سلعه وبياخد عليها فلوس، هذه السلعه هي موهبته، وهذه السلعه الغرض منها هو الترفيه. فلو كانت موهبته في صف خصمك ده يخليه منافس ليك بس ما يخلوش عدوك، ولو كانت موهبته في صف فريقك ده ما يخلوش اخوك لان انا اخوك. ولو شفت الحلقات اللي فاتت وشفت الحلقات الجديده ونزلت بصيت على المصادر عشان تقول لنا لو في غلطات او كده، واشتركت على قناه اليوتيوب، يبقى انت كمان اخويا، وبما انك اخويا فانت لازم تقف جنبي. هنعمل ايه؟ هنروح نضرب المثل. انت مش جاي ولا ايه؟